يقول السائل: امرأة أرضعت فتاة رضعة غير مشبعة بشهادة المرضعة، فهل لابن هذه المرضعة أن يتزوج هذه الفتاة؟ لا، ما دام رضعت من أمه فليس له أن يتزوجها، لأنها تغذت بلبن أمه. والرضعات ليست المشبعة، رضعات المصات، كل مصة تمص الثدي ويخرج لبن هذه رضعة، فإذا عادت ومصته ثانية وخرج لبن ولو يسير هذه رضعة ثانية، وهكذا. نعم.